في سؤال للأخت أم ياسر من الرياض تقول: أسأل عن حكم زكاة الذهب الملبوس للزينة أثابكم الله. الذهب المعد للبس اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه، فالجمهور على أنه ليس فيه زكاة لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، وذهب طائفة من العلماء إلى وجوب الزكاة فيه لعموم وجوب الزكاة في الذهب ولأنه ورد في الحلي أدلة خاصة تدل على وجوب الزكاة فيه. وعلى كل حال الخروج من الخلاف والاحتياط أمر مطلوب، الذي يقدر على تزكية الحلي المستعمل يكون هذا أحوط له وأبرى للذمة، والذي لا يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.